ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الطفل التوحد؟ فالاعراض كتيره جدا. اولا الاساس اللي خلى الام تاخد بالها منه ان الام تنده على الطفل ما يبصلهاش. الطفل مش عارف اسمه يا فلان ما يبصش لكنه مش موجود. طيب ناخد الطفل اسمه سمع، الطفل سمع سليم. الله، طب ايه المشكله؟ من هنا بنبدا ان احنا نقول هنا بدايه التوحد. بعد كده بتظهر على الطفل اعراض كتيره زي مثلا اللزمات الحركيه، اللزمات الصوتيه، يبدا الطفل يرفرف، يبدا الطفل يعمل طقوس بايديه، يبدا الطفل يلف حوالين نفسه. طريقه لعب الطفل طريقه مختلفه جدا، اما بيجي يرص الحاجات برصه معينه والوان معينه، يحط الحاجات فوق بعضها بالوان محدده او بشكل معين. الطفل راسس حاجته او راسس لعبه بطريقه معينه، واخد على اساس المنزل، اساس المنزل مرتب بطريقه محدده، لو دخل وحد لخبطه تبقى مشكله كبيره جدا عند الطفل. هلاقي عند الطفل ان الطفل بيدور، بيمشي على طراطيف صوابعه، بيتنطط كتير، بيلف حوالين مروحه، بيلف حوالين نفسه، بيمسك طريقة لعبه بالألعاب مختلفة، ممكن يقلب اللعبة ويدور في عجل العربية مثلا، أو يبص كويس قوي ويركز في 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 العجلة وهي ماشية بتاعة العربية، أو يركز في حاجات كتيرة قوي. طيب أو حاجات ملهاش قيمة بيمسك فيها، يعني مثلا ممكن الطفل ياخد يمسك شاليمون وخلاص مرتبط بيها، يبقى ارتباط، ودي كلها حركات نمطية أو لزمات حركة. الطفل بيتمتم، بيطلع لزمات صوتية ملهاش أي معنى. الطفل بيتكلم أو كلامه مش موظف، مش في محله، ما بيعرفش يعبر كويس عن احتياجاته. تمام؟ أول كمان أظهر يعني أعراض بتظهر على الطفل التوحد، أما بيبقى محتاج حاجة بيمسك إيد الأم ويوديها للحاجة اللي هو محتاجها، مش بيشاور عليها، مش بيقول عليها. تمام؟ ما بيقولش انا عاوز كذا، او بيشاور عليها انا عاوز كذا من بعيد، لا، بيمسك ايد الام ويوديها على الحاجه اللي هو عاوزها. كمان بتظهر اعراض نقص التكامل الحسي، فان الطفل مثلا بيحط ايده على ودنه بصوت، لو حتى كان صوت بسيط بيعمل له ازعاج كبير جدا. الطفل بيركز قوي مع الاضواء، او الاضواء اللي هي شغاله في الاعلانات مثلا، اضواء مختلفه. تمام؟ الطفل بيركز جدا مع نغمات الاغاني، وخصوصا طيور الجنه والحاجات اللي زي كده، الاغاني اللي زي دي بيركز معاها قوي ويتابعها جدا. الطفل هنلاقي الطفل مثلا بياكل الحاجات اللي ملهاش، اللي ما ينفعش تتاكل، او ما بياكلش حاجه خالص. ممكن يركز على اكلات بسيطه، ودي مشكله في الاكل بتظهر عند الطفل، اساسها يا اما اضطراب، يعني مشكله في الاكل نفسها لازم عند الطفل، او نقص في التكامل الحسي. الطفل مثلا بيعمل لزمات حركيه. تمام؟ بينقي الحاجات اللي بتلمع قوي من الارض. تمام؟ بياكل الحاجات اللي مش اكل، يمسك مثلا ورق ياكل الورق. تمام؟ يلعب بصوابعه قدام عينيه، دي كلها مشاكل عند الطفل. بيخلع هدومه، بيخلع الجزمه ويمشي حافي، يحب قوي ينام على الجزء الساقع او الاماكن الساقعه. تمام؟ في طفل مثلا تلاقيه بيمشي مش قادر يلمس الارض، بيمشي على طراطيف صوابعه ومشيته مش مظبوطه. الطفل اللي بيمسك ويضغط قوي على الايد، او اللي بيعض في نفسه كتير، دي برضه نقص في التكامل الحسي. الطفل كل دي اعراض نقص التكامل الحسي، وكل دي اعراض للطفل الاوتيزم. طب الام تبدا منين؟ يعني ام اتولد عندها طفل توحد، هتبدا منين؟ او تعرف ازاي ان هو طفل توحد؟ ده الاساس. لازم الام تاخد بالها قوي. هل اعراض الطفل، اعراض الطفل التوحد ممكن تظهر من سن 6 شهور؟ اما الطفل ما بيبداش ينتبه لمامته، اما مامته تنغيه هو اكنه ما بي كنه مش موجود. اما مامته تقعد تلعب مع الطفل، تقعد تلعب معاه ولا هو هنا. الحنيه او ان الطفل يترمي على مامته وان هو ياخدها في حضنه، ولو مامته غابت عنه يعيط، دي مش موجوده عند الطفل التوحد او الطفل التوتيزم. لا، كل ده كله مش موجود عند الطفل التوحد. اول ما الام تبدا تلاقي الاعراض دي كلها تاخد بالها جدا. اما تيجي تبدا تنده عليه ما يبصلهاش، تبدا تكشف اولا، تشوف مستوى السمع عند الطفل، هل هو سمعه سليم ولا مش سليم. دي اول خطوه.
طيب لو سمعوا سليم نبدا نشوف الاعراض الثانيه، هل الطفل بيمشي على طريقه صوابه، هل الطفل بيعمل رفرفه، هل الطفل مشكلته عنده مشاكل في الاكل، عنده اضطراب في النوم، عنده مشاكل سلوكيه كثيره، بيتمتم، بيطلع اصوات لزمات صوتيه ملهاش او كلامه مش مرتبط بالموقف اللي هو فيه، ما بيعرفش يعبر عن احتياجاته، كل ده كله بيطلع بيمشي على طريقه صوابه، بيلف حوالين المروحه، كل ده كله بيبدا ان احنا ايه نقول ان الطفل دوت عنده او نقول ان هو ممكن يكون عنده اضطراب توحد. طيب